نتمنى الشفاء للجميع. دكتورة، يعني يمكن تابعت معايا رسالة المواطنة الإيطالية، عايز أسألك، احنا داخلين على فصل الصيف، تأثير ده على الكورونا هنا في مصر والعالم العربي والمناطق الحارة وتأثيرها على المناطق التي ستبقى باردة لفترة من الوقت؟ هو الحقيقة أنا على أن هو فيروس، الكورونا فيروس بيتكون من حامض نووي الـ RNA، معروف أنه هو مع ارتفاع درجة الحرارة بيعمل استحساس لإنزيم معين اسمه RNAs، اللي هو بالتالي بياكل الـ RNA نفسه. بدليل أن أنا كنت في ألمانيا وكنت بعزل الـ RNA هناك، وكان صعب جدا، قعدت مدة كانت درجة الحرارة 27-28، كل ما أعمل التجربة ما كانش يطلع نتائج. فوجئت بقى لما الأستاذ الألماني لما قعدت معاه قال لي لا، دي لازم تاخدي بالك إن الـ RNA ما ينفعش غير لما يكون في درجة حرارة منخفضة نقدر نعزله على الأقل. ففعلا الموضوع ده هوت، وفعلا دخلت مكان كله تلج، بحيث يعني زي أوضة زي الفريزر كده، بحيث إن أنا أقدر أعزل الـ RNA بتاعه. الحقيقة اللي أنا متوقعاه إن شاء الله يا رب العالمين بفضل ربنا ويعني ورحمته معانا، إن مع ارتفاع درجة الحرارة ودخول الصيف هيحد من انتشار الفيروس في مصر. بمعنى إن ارتفاع درجة، لو جت الحرارة ارتفعت ما بين من فوق مثلا 35 لغاية فوق، هيبقى يحد بمعنى مش هقدر اقول انه هيموت كله. ليه؟ لان الفيروس طبيعته ان هو من نوع اللي بيقدر يأقلم نفسه بسهولة جدا، بيأقلم نفسه، بدليل ان احنا دايما لما كنا بنتعب في الصيف، حد يجيله برد في الصيف نقول ايه؟ برد الصيف وحش. كنا بنقول كده. ليه؟ لان هو الفيروس الانفلونزا بالطبيعة بيحب البرد. لكن لما كون ان هو يقدر يقاوم الحر فبيبقى شرس. عشان كده لما حد فينا كان يجيله برد في الصيف كان يبقى صعب شوية عن بتاع الشتاء. فأنا متوقعة إن هو إن شاء الله يا رب العالمين مع ارتفاع درجة الحرارة، ونأمل من ربنا سبحانه وتعالى إن يقف معانا في الموضوع ده، إن درجة الحرارة ترتفع شوية كمية يعني هيحد جدا من نسبة انتشار الفيروس. لكن برضو عشان الناس ما تقولش ده هيبقى خلص، لا ممكن بعض منه يبقى عنده شراسة في انه يقدر يقاوم درجة الحرارة مرتفعة ويبقى موجود، بس مش بالحد اللي احنا بنقول عليه. لكن البلاد انا متوقعة ان اوروبا، البلاد اللي هي فيها تلج، اللي هي البلاد الباردة طول السنة، ده مش هيقدر يخلص من عندهم الكورونا غير لما ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفق البشريه في وجود في يعني عمل ادويه او امصال او للفيروس. نعم، معانا على الهاتف الدكتور حسين الشورى، استاذ استشاري الكبد والسكر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير.